عبر أثير إذاعة الجزائر القناة الأولى. صباح الخير مستمعينا ومستمعتنا في كل مكان، نسعد بالتواصل معكم اليوم عشية تنظيم حدث مهم بقصر المعارض يتعلق الأمر بالطبعة السابعة لصالون البنوك، المؤسسات المالية والخدمات والمنتوجات المالية، وهو فرصة تتزامن مع صالون المنتوج الوطني، ومنه نحاول طرح بعض الأسئلة على منظمة الصالون السيدة سميرة حسين مسيرة مؤسسة ميرا منظمة الصالون في طبعته السابعة. سيدتي صباح الخير، أهلا بك. صباح الخير عليكم. إذن الطبعة السابعة للصالون يتعلق بالبنوك المؤسسات المالية، طالما كانت نظرتنا في الجزائر للبنوك على أساس وضع وجلب الأموال، إن وضعت، لأنه في كثير من الأموال خارج حلقة البنوك والمؤسسات المالية، وهو ما تراهن عليه الحكومة اليوم لاستقطابه من خلال عدة صيغ منها الصيرفة الإسلامية قريبا. ما يهمنا بداية السيدة سميرة حسين، ما جديد الطبعة السابعة؟ ونحن نعلم بأنه البداية لم تكن سهلة بين قوسين. شكرا. سأعود وأقدم الصالون إذا سمحتم. الصالون هو صالون البنوك التأمينات والمنتجات المالية الذي هو في طبعته السابعة. نحن مكلفون من طرف شركة سافيكس بالتنظيم. معنى هذا أنه شركة سافيكس كلفتنا بدراسة ووضع موضوع أو شعار للصالون الذي يكون دائما بتوافق مع موضوع الساعة. هذه السنة وضعناها تحت شعار لا فينونس لير موتور دو لا برودكسيون الجيريان. المالية هو كيفاش العصب المركزي في تطوير المنتوج الجزائري. وكذلك من ليميسيون تاعنا هو كذلك التماس العملاء او الزبائن واتباع عمليه تسجيلهم بتوفير كل الملتزمات، وكذلك وضع خطى اعلاميه لهذا الصالون، وكذلك تحضير المحاضرات والورشات. لهذا ماشي شيء سهل. شراكتنا مع سافيكس هي تعود الى 7 سنوات. بدينا معهم هذا الصالون، حيث هذا الصالون كان ينحدر، إذا استطعت القول هكذا، ينحدر من معرض المنتوج الجزائري. نعم. حيث في سنة 2010 كانوا حبوا يخصوا كل مجال. نعم. مجال المالية قالوا لنا هل ستريدون العمل في هذا المجال؟ احنا انا كمحاسبة مجال المالية ومجال تاعي، قلت لهم نعم. ما كانش بالسهل انه نعملوا فيه، ولكن كانت البدايه ودينا ما كانش سهل. لكن بعد 7 سنوات توصلوا لحقنا الى مكان الى وقت انه وضعنا الصالون في مكانه، وين ولا كاع البنوك، كاع المؤسسات التامين، كاع المؤسسات تاع الخدمات الماليه ولاو يجيو لهذا الصالون، داروا في لاجندا تاعهم لازم نروحوا لهذا الصالون. يعني تأكدوا من أهمية الحضور والتواجد والتواصل، لأنه في البداية ندرك بأن المؤسسات المالية والبنوك تتخوف من عملية الاتصال لسبب أو لآخر، بل لأسباب ولأخرى. ولكن ما يهمنا اليوم السيدة سميرة حسين هو أنه في طبعة سابعة، ما جديدها اليوم؟ هذه الطبعة السابعة لو نقارنوها بالطبعات يمكن نقول وبكل افتخار انها احسن مما مضى. لماذا؟ اولا لعدد المشاركين. كل الطبعات اللي فاتت كنا نعملوا بين 35 40 45 مشارك. هذا العام لحقنا 52 مشارك بدون ما نتحدثوا على لي انستيتيوشن، المؤسسات الدوليه، الدوله اللي راه معنا مثل الوزارات. الثاني، هذا الطبعه الجديده تاعها انه المشاركين منهم راح يجيبوا تكنولوجيات حديثه، تكنولوجيات الساعه في مجال الماليه. مثلا عندنا شركه للبطاقات الماليه، هو المنتج الوحيد للبطاقات الماليه في الجزائر، هو اللي راح ينطلق في
انتاج لي تي بي ولي تيرمينو تاع واللي في اسئله كثيره يعني في يعني تي بي يو نذكروا بالمناسبه اللي هو اعتقد انه قريبا سيكون ضمن الاجراءات الملزمه لاصحاب المساحات الكبرى لوضعها واعتمادها في العمل يعني. وهو راح يكون هذا المشاركه راح يكون هو الاول الذي سيركب ولكن نعم. سيركب هذه الاجهزه في الجزائر. من هي الشركه؟ اش بي تكنولوجي. نعم والتي فيها كانت شركه اعتقد المعنيه ببعض المشاريع مع الحكومه مع وزاره الداخليه مع هم الذين وضعوا البطاقه الذهبيه هم من نعم. عملوا على البطاقه الذهبيه مع وزاره وزاره الاتصالات المالية. ثاني هذا الجديد هذا الطبعه هو انه بكونه هي راح يكون في وسط معرض الجزائر معرض المنتوج الوطني الجزائري انه راح نخلقوا زي باسريل باش يكون جسر باش لو شيف دونتربريز رئيس الشركه نعم وال تاع الماليه والبنوك التامينات يكونوا باحتكاك يكون باحتكاك ما بينهم باش هذا يعرف واش الوشرة والمنتوج الذي تقدمه البنوك نعم. الذي راح يجيب له المنفعة باش هو تاني يقدر يختصر المسافة يعني يعرف تفاصيله يعرف تفاصيل اللازمة باش كيفاش يحط سون دوسي دو كريدي واش لي برودوي اللي راهم المنتوجات اللي راهم تعطيهم لهاد البنوك وهاد التأمينات شركة التأمين باش هو يقدر ينمي الاقتصاد تاعو نعم. وباش هكذا باش نتبعوا واش لي ديسيزيون غوفرنمونتال لي القرارات الحكوميه باش نطلعوا بالانتاج الوطني باش نخرجوا من التبعيه تاع المحروقات والاهم من ذلك اكيد هو التواصل مع المؤسسات على مستوى مباشر في المعارض والصالونات وطرح انشغالات لانه ندرك بانه فيه بعض العراقيل من طرف بعض البنوك فيه إشكالية عدم التواصل أو فهم مع الآليات وفيه مشكل في بعض الآليات نفسها على مستوى خدمات المالية. أعتقد أنه من هذا الباب تقصدين هذا نقطة يعني المنتوج الوطني فيه عدد لا بأس به من العارضين بإمكانهم أن يتوجهوا إلى الصالون المجاور وهو صالون البنوك المؤسسات المالية لطرح الإنشغالات المستجدات استفسار عن بعض التفاصيل. إحنا وعلاش عملنا على انه هذا الصالون صالون البنوك يكون في نفس الوقت وفي نفس المكان مع معرض المنتوج الجزائري لانه خلال السنوات الاولى شفنا انه اليومين الاولين تاع الصالون الاكسبو فينو صالون البنوك نعم الكثير من الزوار اللي يكونوا في معارض واحده اخرى كييجوا يقولوا اليوم عرفت بلي فوالا هاوليك البروبليم اللي كان في الدوسي تاعي تاع الكريدي اللي حطيتو. اكتشفنا بلي حضور هذه البنوك حضور هذه المؤسسات الماليه كان يقدم معلومات اكثر للزبون تاعهم اللي هما هاد المؤسسات الوطنيه على اللي يستقبلوهم في المكاتب في المؤسسات تاعهم. على بها قلنا وعلاش ما نديروهمش في نفس المكان وفي نفس الوقت باش تكون هذه ليشونج هذا التبادل باش يعرفوا لا فورماسيون يجي يروح يجيبوا المعلومه ديريكتومون مباشره من المختص من المعني بالامر اللي لازم تعرفوا انه في هذا الصالون كل البنوك وكل المؤسسات اللي حاضره ما يحطوش برك لي دي ريبريزونطون سامبل هكذا ولا دي زوتيس ولا باش يمثلوهم تما يكونوا دائما لي ديريكتور كوميرسيال يكونوا دائما لي ديريكتور دو كريدي يكونوا دائما معنيين بالامر متواجدين تما باش هكذا يعطيو المعلومه ديريكتور المعلومه الكامله للزبون تاعهم ولا للزائر تاع المعرض. شعار الصالون السيدة سميرة حسين الأموال العصب الممول لمنتوجها الوطني سيتزامن عشية تنظيم الثلاثية القادمة يعني ما بين الحكومة أرباب العمل ونقابة
العمال مركزيا النقابيه، هي فرصه لطرح شغلات المنتجين، لانه تدركين بانه عراقيل نجدها في كثير من الاحيان هناك من ينسبها للبنوك خاصه بفعل قضيه القروض، لكن الامر يتزامن مع ازمه ماليه تعيشها الجزائر. بامكان المنتجين اعتقد انه فرصه من خلال الصالون للتقارب اكثر على طبيعه الخدمات التي يمكن ان توفرها على هذه البنوك، لان هناك تخوف بين قوسين. هناك تخوف كبير ماشي برك من هذا الوقت، عنده بزاف، وان الجزائري في طبيعته البنوك ما يثقش بها. وحنا هذا الصالون تاني من اهدافه انه نرجعوا هذه الثقه بالبنوك، باش يشوفوا يتلاقاو ديريكتومون مع العاملين في هذه البنوك، باش يعرفوا هاي نقودكم، اموالكم اللي تحطوها في البنوك، هاي التامينات اللي غارونتي اللي نعطوها لكم اذا حدث كيما حنا واش خوفنا واش صرا افون لو بروبليم لا كريز فينانسيير، وان البنوك ما عندهمش باش يخلصوا الاموال تاع الزبائن. هنا حنا البنوك تفهم الزائر اللي يروح ليها، تفهموا هاي لك ضمانات اللي كاينه على اموالك في حال اذا كاين بروبليم. ومن بين الإشكاليات المطروحة قضية الرهان الصرفة الإسلامية وقضية قضايا أخرى، ذكرت قبل قليل بعض النقاط المهمة، ومنها قضية استقطاب أموال متواجدة خارج فضاء البنوك، خارج الفضاء الرسمي عمليا، في سوق موازي، في أموال كبيرة حجم، سيولة مالية متواجدة خارج الإطار الرسمي. الحكومة تسعى لاستقطاب هذه الأموال عن طريق مختلف الصيغ. أعتقد أن الصرافة الإسلامية هي واحدة من الرهانات المطروحة لخدمة المواطن الجزائري، بعيدا عن تفاصيل ربوية أو كثيرا ما تسببت أو دفعت بالمواطن إلى تجنب هذه المعاملات. ما نصيب هذا الملف من الأهمية ضمن طبعة الصالون السيدة سميرة حسين؟ علما ان معظم البنوك العامه الجزائريه العموميه ادخلت هي تاني في 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 موادها المنتوج الاسلامي، انهم لا كناب لا بي دي ال سي بي ا، ولاو كاع يقدموا هذا المنتوج. هذا المنتوج هو اللي كما تفضلت وقلت لكي يرجعوا الثقة في المواطن الجزائري، لكي ينحوا هذيك تاع هذه ربا كاين لي زانتيغي عليها الفوائد. هاد السنة عندنا محاضرة كونفرنس مخصصة للمنتوج الإسلامي، وين رايحين نفهموها، هي محاضرات مفتوحة للجميع، للجمهور العريض. راحين نفهموا هاد الصرافة الإسلامية بكل مراحل، نفهموها من خلال المجال القانوني، القانون الجزائري واش يقول فيها واش كاين، نتكلموا عليها من المجال الشرعي، الشرع الاسلامي واش يقول فيها، نعطيو المعلومه على المجال الشرعي. هل فيها اما او حاضرين متخصصين؟ قيل لي بانه فيه بعض البنوك معتمده لخليه فيها يعني بعض الذين يستفتون في هذا الامر. يعني احنا بعثنا لوزاره الشؤون الدنيا والاوقاف لكي يكون واحد يحضر معنا مختص في هذا المجال. نعم. هكذا باش ما يكونش عندنا بروبليم يقولوا لنا هذاك امام هذاك ماشي، احنا اتجهنا ديريكتومون مباشره للوزاره المعنيه لكي يوضعوا لنا واحد مختص في هذا المجال. راحين نتكلموا ثاني نعرفوا بكل لي فورمول اللي يقدموهم، الصيغ اللي يقدموهم، منهم المرابحه، الايجار، عده صيغ. راحين نفهموهم للجمهور بكل تدقيق باش يعرفوا، ما يقولولناش حنا واش نسمعوا، يقولوا لنا ما كاش فيها لي زانتيغي، لكن من بعد كي نروحوا نخلصوا يقولوا لنا عندك 30% فيها عندك، باش نفهموا لهم بالتدقيق
ما معنى هذه النسب، ما معنى هذه الصيغ بكل تدقيق. وباش لكي نعمل هذه المحاضره راح يكونوا معنا ممثلين من عده بنوك، منهم السلام بنك، البركه، منهم تاني سي بي ا، راحين يكونوا معنا باش يفهموا هذه الصيغ. كاين تاني صيغه واحده اخرى تاع التمويل الاسلامي في جهه التامين، وين كاين صيغه جديده رامي يلي بريزونتي من بعض المشاركين في الصالون، وهي صيغه التكافل. كيف ذلك؟ هي صيغه جديده للتامين. هذه الصيغه الثانيه راحين يكونوا معنا ممثلين من التامينات، راحين يدقوا فيها ويون لا ديتاي. طيب، الصيغه الفلسطينيه واحده من الملفات التمويل الاسلامي التي سيتم اذا بحثه وعرضه امام الجمهور كما ذكرت في قصر المعارض، خارج ملف الصيغه الاسلاميه في محاضرات تعقد في سلسله ندوات سيتم تنظيمها، هل لنا من تفاصيل في هذا الموضوع سيدتي؟ المحاضرات نعاود معلومه ما عطيتهاش من الاول، المعرض راح يكون من 21 ديسمبر حتى 27 راح يكون من 21 حتى 27 ديسمبر، والمحاضرات راح تبدا من 24 حتى 26 ديسمبر، ثلاثه ايام من المحاضرات. المحاضره الاولى ليوم الاحد راح تخص موضوع الساعه اللي قدرت نقول هكذا، اللي هو الاي كوميرس، التجاره الالكترونيه والاي بايمنت، الدفع الالكتروني. هذا الثاني راح نعاودوا موضوع ندقوا فيه، وين عندنا ممثلين من وزاره التجاره اللي راح يعطينا كل الجوانب القانونيه تاع هذا الموضوع. راحين يكونوا معنا تانيت دي زيكسبير وين يتكلموا على التكنولوجيات المستعمله في هذا المجالين، التجاره الالكترونيه والدفع الالكتروني. راحين تانيت يتحدثوا معنا على الاليات المستعمله، وكما نعرفوا هذا الاي كوميرس، التجاره الالكترونيه كي نستعملوها راح نستعملوا دوني بريفي، المعلومات الشخصيه. دونك كاين جانب اخر اللي راح نعالجوه في هذه المحاضره، اللي هو لا سيكوريتي دي دوني، تامين المعلومات الشخصيه. وراح نكملوا بنعطيو امثله لمؤسسات وشركات اللي خدموا اللي بداو يخدموا في هذه التجاره الالكترونيه ويستعملوا الدفع الالكتروني. رغم اننا تاخرنا نوعا ما في الجزائر في هذا الملف، الا انها من البوادر المهمه، لانه صار فرصه للحديث، والحديث هنا سيكون عن بعض الاليات، منها تلك الاجهزه التي يجب اعتمادها في المساحات الكبرى لاحقا في الجزائر. يعني ما الاهميه التي يتم إلائها الى هذه النقطه؟ لانه الان سيدتي وان كان الموضوع ربما لا يعنيك، لكن دوصل دائما، لانه تساؤل في الجزائر اصحاب المساحات الكبرى، التمويل بلي تي بي يعني اجهزه الدفع النهائي، هل سيتم من طرف البنوك، من طرف الوزاره، من طرف اتحاد التجار السؤدري؟ انه في نقاش على هذا الموضوع، تساؤلات بالنظر لثمنه في سياق اعتقد انه في جديد في الصالون على مستوى هذه النقطه. على مستوى هذه النقطه، استعمال لي تي بي هادو الهدف منه هو باش ما تكونش نتجمعوا سي بور ان فيت كي با سيت ليكيديتي سو ليكيد لو ترانسفير دو ليكيد هذا اللي ما يكونش، باش يولوا المواطن المعاملات الماليه هادو يولوا غير بالبطاقه، هكذا ما نكونش نكون استعمال هذا لي تي بي او، كي نشجع المواطن على استعمال البطاقه راحين نقصوا من البروبليم تاع السيوله. هذه اولا. لا دوزيام دي شوز انت اللي سقسيتني عليها، انه لي تي بي او هادو اسكو راحين كيفاش كيفاش راحين توفيرهم. احنا البنوك اللي نعمل معاهم، عندنا حتى لنهايه السنه نقدموا طلب
طلب للتي بي هذا يقدم لنا من طرف البنك بدون مقابل. التي بي هو الترمينال نظام الدفع الالكتروني، نظام الدفع الالكتروني يقدمه لنا البنوك، حنا كمؤسسات كمقاولين يقدموه لنا مجانيا. كاين بعض دي فري دو دو جيستيون اللي راح يتم بعد المصاريف التي يتم جلبهم ديريكتومون من الحساب. بعد 2000 لو بروميير موا لا بروميير تريمستر تاع 2018 راح يكون مقابل دفع كامل pour avoir le terminal. يكون عندهم النقطه هذه اعتقد هي الاهم بالنسبه للمعنيين بها، كيف سيتم دفع مصاريف لائقه الرمزيه لتقديم الوجهه على كيف يتم ذلك سيدة سمير، لانه النقطه تهم التجار، تهم صاحب المساحات، وفيه مساحات الحمد لله اليوم في الجزائر ليس في الولايات الكبرى فقط انما حتى خارج العاصمه، وكنا في ولايه الوادي قبل يومين في مساحات كبرى هي كل بين قوسين معنيه بهذا النظام الدفع الالكتروني، كيف يمكن الحصول عليه؟ لانه القضيه ليست قضيه مجانيه، قضيه كوتا كبيره، هل بامكان تزويد المعنيين؟ كيف يتم تزويدهم؟ اللي سقسيت عليها وعلى بالي بها هو انه شركه لاساتيم هي المعنيه بالامر، هم عقدوا مع واحد من الوكلاء اللي لي فورنيسور تاع هاد الممولي هاد الاجهزه على انه عندهم ان كوتا اللي راح يقدموه، فيه اولويات. من بعد ذلك في اولويات كما قلت كاين لي غران سورفاس المساحات الكبرى اي فون لي فورنير اون برومي، ومن بعد كاين التجار اللي يطلبوا هما البنك يدعو الزبون تاعو لاستعمال هذا، مي لازم على الزبون اللي يحتاجها، التجار لي فارماسي كيما الصيدليات، واش كاين الصيدليات و نسيت في أنشطة كثيرة، في أنشطة كثيرة اللي معنية بهذا الأمر، هما اللي لازم عليهم يحطوا طلب باش البنك ومن بعد يزودهم بهذا. كاين شركة شركة تانية اللي تكلمت عليها اش بي تكنولوجي، هما تانية معنيين بهذا الأمر، راحين ينتجوا دي تي بي او باش يكملوا باش يوفروا لكل الكوطا اللي بقات بارابور. والصرف الإسلامية والدفع الإلكتروني نقطتين من أخرى برمجتموهما على مستوى الصالون، صالون 21-27 من هذا الشهر، ما هي باقي الندوات السيدة سميرة المعنية بها؟ عندنا ندوات واحدة أخرى، عندنا ندوة مختصة في عندنا ندوة على الكولوك بلونتربرونيا فيمينا يوم الاثنين 25 ديسمبر، المقاولة النسوية النسوية. هاد المحاضرة تعني لي توت بتيت انتربريز، المؤسسات الصغيرة. هاد المؤسسات الصغيرة خاصة لقاوها يخدموا في الحرف، الحرفيين هما اللي عندهم هاد. وعلاش خصصنا المحاضرة هذه؟ لانه هذه المؤسسات المصغره عندها اون فالور اجوتي، عندها قيمه مضافه تقدمها للايكونوميا الجزائريه، الاقتصاد الوطني كبيره. حنا سانتيريس نهتموا دائما بالاندستري، المشاريع الكبرى ننساو هادو، انه هي اللي راهي تدعم، خاطر الفو سافوار لازم تعرفوا يباي لوغ زامبو، يقدموا المنتوجات تاعهم راهي في جميع المعارض ميم الانترناسيونال، صدر في الصعيد الدولي راهم يصدروا تانيك، ميم سي القيمه تاع الصادرات تاعهم ماشي كبيره، لكن راهم يصدروا المنتوج الجزائري، راهم يمثلوا الجزائر. دونك حنا نعاودوا في هذه المحاضره نوليو على كيفيه انتاج هذه تاسيس هذه المؤسسات، واش لازم لدعمهم من خلال المؤسسات المالية، وكذلك نعود نملو سور دي زيكزامبل تاع نساء نجحوا بهاد المقاولاتية ورم اتجهوا لتصدير المواد تاعهم، هذه باش نشجعوا المقاولين الجدد. ويوغا دي بنوك تانية بنوك راحين يتحدثوا على
كيفيه التمويل، لي كريدي بونكير، كيفاش القروض، كيفاش يعطوهم التامينات تاع هاد البنوك. عفوا سؤال فقط، التجارب التي سيتم عرضها هل معنيه فقط باليات تشغيل لونساج ولونجام، ام انه فيه ربما مبادرات شخصيه لبعض النساء؟ فيه مبادرات شخصيه، لانه لما نروحوا في الجزائر العميقه السيده سمير نلقاو محاولات يعني في العالم، في اوروبا او في اسكندنافيا، في مؤسسات معروفه على الصعيد الكبير، لكن غالبية النشاط في مختلف الشهور والقرى والولايات والمناطق النائية هي لمؤسسات عائلية مصغرة تنشط وتخدم ناسها وأهلها وتستفيد في الاقتصاد تاعها وتفيد نفسها. احنا هذه هي النقطة اللي حستنا باش نديروا هذه المحاضرة، خاطر أنا نعمل تانيت في مع الاسوسياسيون، مع جمعية النساء الجزائريات، رحنا شفنا شفنا نساء كما قلت في على الانتيريور دو باي، وين عندهم مؤسسات ما تمولوا ني ساج ني انجام ني كنا، مولوا نفسهم بنفسهم، ولكن كانت لديهم صعوبات باش يزيدوا يكبروا المؤسسات تاعهم. هاد الصعوبات هذه تلقاوها مع البنوك، مع التامينات، مع دونك حنا في هذه المحاضره باش نقولوا هاو المبادرات اللي كاينه، هاهم ليك البنوك اللي كاينين، يفو وهم العراقيل اللي كاينين، وكيفاش نتجاوزهم فوالا وكيفاش نتجاوزهم. السيده سميره حسين، منظمه طبعا السابعه لصالون البنوك المؤسسات الماليه والخدمات والمنتجات الماليه، شكرا جزيلا لك. اذا سنعود اليكم مع انطلاق فعاليه الصالون هذا الخميس للعوده والتفاعل معنا دائما او اقتراح ضيوف، وضمن برنامج ضيف الصباح صفحه الفيسبوك القناه الاولى بالعربي، او ضيف الصباح صفحه رسميه وموقع الاذاعه الجزائريه دائما راديو الجيري.dz. الى اللقاء.